يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله. أما بعد، طلع علي راعي السنة حمود فحال كان وحي كدورتين يعني دين تنحقى أي تهاي اللي يعبادين بساس أي كدورتين بساس أي كدورتين إن بضن وحي أبقلين يعني تتحيات آدوين لي السبعين صوت وحي تهاي وطمك وحي تيسي كتو أسحاب تيسي كتو وطمك يبيني وردن كتو يا إنتا سواء كنا بحي سنة يعني كتنة دنوقات إلهي درتي يا حسن إلهي أي كدور تلمي أهل كودين مستمع عيب لحنا ولا يعني وحي هيستين وحي كدور تلمي أويا إني نقعد رد قاعدة له نقول ديب ماركتين إيمان كينا أسوان السيني وإني نقرب لنا إيه حياة نشوك ماركا وحيا الله إسكي يرد عدعوه الصومالي دون وحن سيني بأن صور رضي أكثر ماركران أيه أنا بدل صورة مبيعك تا، أما ما قاعد أفطر دوقة ولا حاجة، ترى ترى لو ده حصل قريب كمان، كان شو قريب، لا يقولي ما كان، أنا بدي طبعا، أنا ما أروح كلام يران سوقاتا، أنا ممكن كي دبي، لكن نفس الشيء أشيل يران سوقاتا، مركز كمان أي كورناي، وأنا بوش أو إسلام تاني. أيان صعبة لما تقرأ يعني شو كده، وشدة طبعاً في هذه أكبر من بعضها. قبل ده ضاق بمركز وقرية سومرية بود باي، كان ضاق ما هي نقص، هذي وهي تون. مركا، وأنا بقرأ إيش أنا بقرأ، وأنا بقدير ده، أنا جتالو بمن شيء، أنا بحاول بشيء ده يعني طول بلاير بوش حلو كده ولا بقي. ولو لو مسلمين مسلمين تدبايا مركا بقي مكر ابن هذا كان ولا شيء تاعي يا ربي كان جوال يسير تاعي يعني بقي مكر ابن وما نسوق يعني لا تكون شيء كذا ترى وحين كسر شيء بس دي يعني تقود قبل ده كل شيء تاعي يا ريم هاي كهل ليش أنا نسوق يعني مركا بعد ما دايم مر على صورة عم بوش اللي دوي شرتين قبل ده قبله ولا أنا سلام تاني كبر هني سلام بارت ولا يعني ما هاي قبل لا والله سوني بلاي ما قبل ده حاسس على ولا يعني مسلم مسلم كده بوش اللي قبل يسير مسلم أنا هذا بوش أنا تنو كان
قولي صم ايكو ترهيد ضايدة مركا اكيان يعني تاني نحب لوطا وذير اي بلا قبل يروبي انا سوكشي انا قبل يروبي انا وقتا اكي باض يسايل وچال ملاحاق وكرانا ايو دانش ويسوكي ليو يعني من ربا اي بلا تبا امي بسمة لكن انا الله العظيم جمع تشيني تدخل بطسنة جمع تشيني كغلطة قبردها كان موقتين ايا انا بوشي أجل هذا كفي عبا كتير وانا عيدي تاول قبر لا كتير مثلا حيكوسي يعني سي شيء سي قبر ناس يعني تقول ده كتير ترى حيكوسي شيخ وليس أنا يجرو في كمرة كتير يعني أنتي هو أهم بلغة قبر ناس يعني تقول ده كتير أنا يا شنيا لما تيجي ولا تقول ده كتير قبر ناس يعني عبسة ليلة وين أهم بلغة waxaa kala jirta ajala meelaha adduunka lagu sameeyo jaamacadaha waaweyn adduunka oo meelaha shaabadaha adduunka ku jirta xumaan iyo sanaanta waxaa jirta dood ka baxday jaamacadda Oxford oo ka qayb galay nin muslim oo Pakistan iyo Maxali Cali ka qayb galay ikaas oo dood aad u fiican aad u fiican buu galay oo ku guuleystay حتى ما شو قري يا بدينا مطاوي يعني وقتي مو مهم سنة يبقى كتير كم كتير وقتي مو مهم سنة يعني ما راح الله ينكو فاتم يا وح عريتا يعني حكتير لي ما إلا ينكو ولا خط شاب علي سلمين ولا أيو خد دور ضادي نسيت عن أي وحي لذة تغيره وكهرة حتى هذا سوي كتير تاع وحنا عنوان كذا وحي واحد إسلام تبكى المهم واحد مدينة يصور هذا قبلها يصور هذا يصور هذا أحلى عام على كل حال كان من قبل ما يصور جديد يعني أنا في كشة كل نساء إسلامية هنا يروح كل حين إسلامية مواضيع لا وانسي بدنية سير نوقع برا مرة لهنا بعد كل كتير تجبر هوش هذا هوش يعني قبلها الصومالية ده ما في غير قلبت كده بوردي ده يدور على اللي يسلها يعني قال لي ميك راح لو أبو باقى يرد يو سنان يو حي راكت حكم على سي دمر سلام كله إلى لي سلا بيم سلا بيم دمر دايل دور يلا حويان تم أي سبب تعسين أو مسلم سبب تسلم كوسين ودمر دورة دعوة أي كوسلم and أنت هو أبعي قبل بلا ما صمر يعني دعوة عن كوسين دعوة عن دورة أبعي يعني يلا وحا عنوان ده عجل دوحي أي تن أيام سلم أيام تن أيام كدورة الإسلام تن أيام كدورة ويكتشف ده مرقى خير بلدي سفتشين يا وحن انسان طاير ومد بعد نصوب علينا نجيرا حضايا عدد من هاتف تيدي خير بلدي مرواب وحن قرد بش بش بان نجير سفتشين يا كمان مرضى اسلام كا سيبا مرضى الصومالية الى حين مبقر من روحة الصومالية حين المغمدات نعرف شو سوى في لوبة ودى القوضة الى الشبا شو 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 كان لحبا حب ساسيا الى حين علينا قد من هاتف تيدي My name is Angela. I'm honestly not really sure where my journey started. I grew up as I'm Native American, so I grew up on a reservation, which is probably not something that a lot of you are familiar with. But we're very spiritual, so my grandparents were always talking to me about the Creator and telling me stories, and that's what I grew up hearing. When I was 10 years old, all of us Native American children got shipped out to a Catholic boarding school because they thought that that would make us more American, I guess. So I spent 2 years in a Catholic boarding school, and none of it made any sense. And the only thing that I really learned after the 2 years was that I'm definitely not Catholic. So as I got older, people started asking me, they were like, so what is your religion? And I was like, well, I don't really know. You know, we're spiritual, but we don't have a name for it. It's just a way of life. It's who we are. You know, you
spend your whole day in prayer. The elders are always telling us that we're supposed to walk in prayer. Every step is supposed to be a prayer. And as long as you're doing that, then you're living life the way that you should. But we didn't have a name for it, so it made it really confusing when people would ask, what is your religion? So I started looking into other religions, and I started studying everything. Any religion that I could get information about, I was like, what is this? And eventually I would come to a point with all of them that I was like, this just doesn't make sense. No matter how many times a day I pray, I am never going to be a god. It's not happening. they just didn't make sense. So time kept going on, and after a while, I actually met a Muslim, and we started talking, and I was like, wow, you do that? Really? Wow, so do I. And it just started getting to a point where I was like, you know, maybe I need to read more about this. So I went online, and I started reading whatever I could, and it all just made sense. Most of it was stuff that I had already heard from my grandparents. So it just seemed to make sense. So I kept reading. And I went to the grocery store one day, and we had this little bin in the grocery store. It was like books people would drop off, and they'd buy the books, and the money would be donated to charity. So right on the top of the stack was like all of these books about Islam. So I was like, cool, this is awesome. So I bought the whole stack of books, and I went home, and I started reading them, and I was like, yeah, this really makes sense. So then I decided that I was going to try to read the Quran. And I went ahead and I started reading it. And at first it felt a little bit weird because a lot of the stuff that I was reading was stuff that I had heard from my grandfather. So at first it was like, okay, this is different. And I kept reading it and I was like, wow, I've been doing this my whole life and I just never knew it. So I just got to a point that it just made sense. And here I am. Well, I came to his class. I found it online. I moved to Houston, and I was like, you know, I really need to do this, but I don't want to do it on my own. So I looked online, and I found Dr. Kazi's class, and him and his wife have been there for me every step of the way. And I thank them and Allah for it very much. بشر يفنى وانت اللي شيتاني يا دعوتي انت روحي ووجداني كل البشر يفنى وانت اللي شيتاني بالدم افديكي انا واخواني بالدم افديكي انا واخواني نفديكي بالملايين بقي ليوم الدين نفديك بالملايين بقي ليوم الدين يا دعوتي سيري 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 يا دعوتي سيري 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 كل الوفا ليكي وكل تقديري كل الوفا ليكي وكل تقديري